Grade 8, second prep, mathematics. وصلنا لunit 3, statistics. Lesson 1, collecting and organizing data. طبعا اليونت دي انتوا بتحبوها وهي يونت سهلة خالص بإذن الله. Lesson 1, collecting. Below, number 1, below the scores of 30 students in an examination. 7, 10, 7, 4, 5, 8, 6, 7, 13, 12, 2, 9, 11, 12, 11, 9, 15, 12, 13, 9, 5, 14, 19, 3, 9, 14, 3, 13, 8, 17. هو هيديني الداتا دي كلها. الداتا دي بتاع 30 student. هو بيبقى طالب مني مثلا ان انا احطها في تيبل. التيبل ده عشان يوضح الداتا بتاعهم بدل ما انا اتوه وسط الدرجات دي كلها بتاعت الستودنت. فانا ابدا اشوف smallest one وgreatest one، اشوف اقل درجه واعلى درجه، اصغر درجه واكبر درجه. اصغر درجه عندنا هي 2 واكبر درجه عندنا هي 17. اصغر حاجه هي 2، اكبر واحده هي 17. تمام. طيب بينهم في مين؟ التو بعدها مثلا في 4، في 3 مره، بعدها في 5، بعدين في زي ما احنا شايفين 7، في 6، في 8، حاجات مختلفه. فانا اقسمهم 6، اقسمهم 6. كل 6 اعلم تبدا من كام وتنتهي عند كام. يعني مثلا من التو لغاية السفنتين، من التو لغاية السفنتين في 15. الفيفتين دي لو عملت لها divide by 3 يبقى 5. يعني مثلا اخد من تو لغاية 5، وبعدها من 5 لغاية 8، يعني كل واحدة كل 6 منهم هيبقى 3 مثلا. لكن ممكن اغير، ممكن براحتك، من تو لغاية 5، بعدها اللي بعدها تبدأ من 5 لغاية 8، اللي بعدها تبدأ من 8 لغاية 11. الأولانية الست الأولى دي يبقى فيها 2، فيها 3، فيها 4. الست التانية تبقى فيها 5 و 6 و 7. الست اللي بعدها فيها 8 و 9 و 10. طيب ناخد اكزامبل الست الأولى. هي 2 موجودة عندنا كم مرة؟ 2 موجودة مرة واحدة، أعمل داش. نشوف بعد كده الست الأولى فيها 2، فيها 3، فيها 4. الفور موجودة مرة فوق، أعمل داش تانية. الثري موجودة مرتين، أعمل داش وداش، دبل داش. طيب شوف السؤال هيجي يقولك ايه؟ required forming a frequency table with sets that are represented that data. طيب solution هيجي يقول لنا ايه؟ السوليوشن بيقول لنا التيبل اهو، sets اللي انا قسمتها 2 بعدها داش، يعني من 2 تو 5، من 5 تو 8، من 8 تو 11، 11 تو 14، 14 تو 17. طب من 17 مفيش حاجه تاني، من 17 تو 20. بس هي اعلى حاجه عندي 17 كانت اصلا. فعلا زي ما احنا حسبنا، الست الاولى اللي هي 2 اللي فيها 2 و3 و4 كانوا frequency 4 times، متكررين 4 مرات. الست التانية اللي هي فيها 5 و 6 و 7 كان 6 times، الفريكونسي بتاعها 6. ست نمبر 3 اللي فيها 8 و 9 و 10، 8 و 9 و 10 كان فيها الفريكونسي بتاعها 7. طيب هو بيعمل التالي، التالي ده ليه؟ عشان يسهل عليا. كل ما الاقي مثلا في الست الحاجة اللي انا عايزها، يعني ست اللي هي كانت first set اللي هي فيها 2 و 3 و 4، اعمل داش.
بعدين قلنا الفور متكرر مرة داش، ثري متكرر مرتين دبل داش. طيب كل ما الاقي فايف اجي مكنسلهم، يعني فور داشز كده زي ما كنا بناخد في ابتدائي، والفايف تكنسلهم عشان تبقى سهلة عادية في العدد. بعدين بعمل التابل اوف فريكوانسي، ادي السيتس، ادي التالي، ادي الفريكوانسي، وبحسب التوتال بتاعي. لازم التوتال بتاعي يبقى 30، ليه؟ لان هو قايل لي 30 ستودنتس، فالفريكوانسي بتاعي لازم التوتال بتاعي يبقى برضو ايكوال ايه؟ ايكوال 30. بعد ما خلصتهم من التيبل اللي فوق اعمل تيبل صغير تحت، اكتب في ايه؟ اكتب سيتس وفريكوانسي. السيتس 2 بعدها 5، 2 داش يعني 2 تو 5، 5 تو 8، 8 تو 11، 11 تو 14، 14 تو 17. الفريكوانسي بتاع فيرست سيت 4، سكند سيت 6، 7، 8، 3، 2، التوتال بتاعهم كلهم 30. فيرست سيت اللي هي 2 دي، ستارت فروم 2 ات 5، سكند سيت ستارت فروم 5، بدأت من 5، 2 8، 8 تو 11، 11 تو 14، 14 تو 17، 17 تو 20. اي نعم ما عنديش حاجه 20، فانا عندي 2 بس في 17 فكتبت 2 بس كده. انا بستفيد كده ايه؟ ان الداتا الكبيرة اللي انا مكنتش عارف اقراهم ولا اوضحها بيت عندي واضحة في تيبل صغير خالص، اقدر احدد منه واخد منه الداتا. قليل جدا لما بيجي على الدرس ده اسئلة، لكن هو كله علشان لما يجي لك التيبل الاخير ده هو يدهو لك في سؤال انت تبقى عارف ازاي تقرأ، مش اكتر من كده، انت تبقى عارف ازاي تقرأ.